السلام عليكم، هسه نبلش بهاي الفكرة. الفكرة كثير مهمة وهي دمج شابتر 3 مع شابتر 4. خلينا نقرأ السؤال بتركيز ونفهم الفكرة هاي. اللي الفلو ثرو بايب ريت 200 لتر لكل سكند، لتر لكل سكند يعني وحدة حجم وحدة زمن، هاي كيو. تمام، هاي كيو، هاي كيو لازم احولها لمتر تكعيب، بدي اقسمها على 1000 فبتصير 0.2 متر تكعيب لكل سكند. اللي بايب كونسيست تو سكشن، في له سكشنين، واحد قطره 20 سنتي واحد قطره 10 سنتي. تمام، اذا فرق الضغط بين النقطتين هو عباره عن ايش؟ قاس مانومتر شابتر 3. بقول لي تجاهل فيسكوسيتي، بقول لي اوجد اتش، الكثافه الهواء 1.2. تمام، بس احنا دائما نطبق معادله تونولي بين كل نقطتين، بين النقطه هاي النقطه هاي، مسار مسار السائل ومسار الهواء، نطبق معادلة برنولي. يلا نمسح خلاص. اوكي، وان على جاما زائد زد وان زائد في وان تربيع وجي بيساوي تو على جاما زائد زد تو زائد في تو تربيع 2 جي. أول شغلة بدي أحكي لك إياها، أنا ماخذ النقطة هاي والنقطة هاي، يعني ضغط هون مش صفر، يعني هاي بي 1 مش مجهولة ومش مجهولة. طيب شو الجاما؟ الجاما هون من كثافة السائل اللي بتحرك. شو السائل اللي بتحرك؟ هو هواء. يعني بحكي 1.2 × 9.81 إيش؟ رو جي، نفس الإشي 1.2 × 9.81. تمام، الزد زد 1 وزد 2 نفس الارتفاع، زد 1 0 زد 0. في 1 وفي 2 راح تحكي لي هم مش معي، بقول لك لا معك. من قاعدة إذا معك سرعة أو إذا معك قطر تدفق يعني كيو، تقدر تطلع سرعة. من قاعدة، وبنفس الوقت إذا معك سرعة ومعك تدفق وقطر تقدر تطلع السرعة. تمام، هاي الفكرة. فهس شو بنسوي؟ بنسوي كالتالي، نمسح العبارة هاي. شو صفى معي؟ بدي اطلع ايش؟ في 1 وفي 2. بكل بساطة يو دي بوينت 2 تساوي اف في كم الـ A على 4 في تر في 4 في دي تربيع تربيع في 1. تمام، طلع في 1 يعني الفي بتساوي كيو على اريا في 1 كيو ثابت على باي 4 بوينت 2 تربيع في 2 بنفس الطريقة على باي على 4 بوينت 1 تربيع. بالتالي شو المجا هيل عندي؟ المجا هيل عندي صفت هسه، هي صارت معي موطة، صارت معي موطة. مجهول عندي بي 1 ناقص بي 2، بي 1 ناقص بي 2 على جاما شو تساوي؟ تساوي حاصل طرح بي 2 تربيع ناقص في 1 تربيع 2 جي. خلصت عوامل المشتركة دول، ايوه هاي معي طلعتهم، هيهم طلعتهم. صف عندي بي 1 ناقص بي 2، طيب طلعتهم، بطلع معي فرق الضغط 1 ناقص بي 2 على جاما بساوي رقم. بتحكي لي تمام، طب انا بدي اطلع الاتش. تمام، سهله، طلع الاتش. كيف اطلع الاتش؟ هاي نقطه 1 نقطه 2. يلا بدي اطلع ضغط النقطه 2، شو بحكي؟ بي 2 يساوي بي 1 بنزل لتحت بمقدار اتش، بس هذا هو الهواء، قلنا الضغط هون ولا هون ولا هون ولا هون صفر. بالتالي بمدخل زي هيك ايش؟ هون بدي اطلع لفوق بحكي سالب كم اتش، ايش السائل اللي جوا هون؟ قال لي ووتر. بالتالي 9810 في اتش. بالتالي بي 2 ناقص بي 1 تساوي سالب 9810 اتش. تمام، وهون بي 1 ناقص بي 2 ما انت طلعتها، عوضها هون تطلع معك قيمة اتش. هاي شوف الحل، ترتيب زد 1 زائد بي 1 على جاما زائد في 1 تربيع دي 2 هكذا كيو بوينت 2 في 1 بطلع من خلالها في 1 من خلالها في 2 بطلعوا معي هالقد. شو بعمل؟ اوكي 1 نقطة 1
أساوي بي 2 حليت بالعكس 1 تساوي 2 بدي أنزل لهون لما أنزل لهون قلنا صفر لأنه هذا هو بعدين بدي أنزل هون لهون هاي إيش مواتر في H من هون لهون بدي أطلع أسوي شيء شفا بطلع نفس الشيء بي 1 ناقص بي 2 3810 في H ناقص بي 1 3810 في H لأنه العكس فشو بتسوي هسه بعوض بالمعادلة فوق بطلع معي بي 1 ناقص بي 2 بتساوي رقم وهذا الرقم هو نفسه 3810 H بطلع معي قيمة H الرقم فكرة لازم يجي عليها أسئلة بالامتحان لازم هاي نفس الفكرة هذا دلالة رموز كانوا دلالة رموز صراحة مش حابب له أو إنه أعطيك الفكرة ببساطة أنا نفس الطريقة بدي أحسب قيمة H يعني هون سائل قطر يعني هون جوا سائل specific gravity نقطة واحد نقطة ببساطة بدي أوجد قيمة H ببساطة شو بطبق بين واحد واثنين تمام كيف بدي أعمل E1 أول شيء زد 1 1 أو نتبع الحل لأنه هذا رموز بصراحة لو أرقام كان حليته زد 1 على جاما زائد في 1 تربيع 2 جي يساوي زد هسا 1 على جاما مجهولة لأنها ضغط هون وفي 2 على جاما برضه مجهولة خليته من الطرف خليت البيات الطرف زد واللي فيه الطرف زد ناقص زد 1 ما بعرف شو هم خليتهم زد 2 ناقص زد 1 تبعت يعني في 2 تربيع ناقص في 1 تربيع على 2 جي يعني عملت عوامل مشتركة ورتبتهم تمام قسمت على جي طلع معي الحل شو بسوي؟ أنا هون معي ديميتر هون معي ديميتر فبطلع علاقة في 1 وفي 2 تمام هاي طلعت علاقة بين في 1 وفي 2 شو عملت؟ طبق فرق الضغط معادلة ايش؟ معادلة الهيدروستاتيك معادلة الكاركتريسري مثلا كي بي 2 2 وهاي 1 بي 2 بي 1 مثلا شو بساوي بي 2 انا من هون لهون طلعت مسافة عمودية يعني ناقص جاما لووتر في ايش؟ في ال بعدين انا شو بعمل؟ بطلع لفوق وناقص جاما ووتر مين في السائل اللي جوا اللي اسمه سبيسيفيك جرافيتي ضروب في كم؟ في اتش بعدين انا من هون لهون بدي انزل كي زائد جاما ووتر مين في اتش زائد ال زائد مين؟ ناقص زد 1 زد 2 ناقص زد 1 كل هذا هي المسافة كلها لا تحد المسافة كلها لا تحد شو بعمل؟ طلع معي معادلة فيها بس بي 1 وبي 2 ال ال راح تطير الزد 1 والزد 2 راح تطير وهكذا هيا شوف الحل طلع معي الحل هيك اخر شيء صف الحل معي هيك لما انا رحت نقلتهم بمعادلة الثانية زد 1 وزد 1 طلع هذول بيطيروا مع بعض طلع معي الحل النهائي زي أو هي هاي الحل النهائي بدلالة Q والأريا ترتيب معادلات بس أنت لو معك أرقام بالسؤال لما توصل لهون تعوض معادلات خلص حلك خلص حلك هنشوف إذا ظل في أفكار هاي الطريقة مش أفكار عاد نوقف الفيديو نشرح آخر موضوع آخر موضوع كل مرة آخر موضوع خلنا نحل الأسئلة الأسئلة هاي هي نفس الفكرة كل اواتر فلو فلو ذا بايب كونتراكشن شون ذا فيجر 10.2 متر ديفرنس الفرق الارتفاع هون 0.2 ديترمان ذا فلو ريت از ا فانكشن اوف ذا بايب بحكي هاي نقطة واحد نقطة اثنين هذا الموضوع هذاك لسه مش داخل هون السرعة صفر رسلني ليش مش بقول لك مش هسه ما اخذنا هون هذا لا مش نفس الطريقة هذيك يلا بنحل هذا كانوا آخر سؤال بيقول لي أنا في عندي كيو صارها نص تمام المانو فيتر فلويد كثافته 600 كثافته مش الوزن النوعي بيقول لي يحسب قيمة اتش يحسب قيمة اتش شو بسوي هسه أنا هاي اريا هاي اريا معناته بقدر أطلع في 1 وبقدر أطلع في 2 تحكي لي تمام فشو صفة معي بطبق بين نقطة واحد نقطة بي 1 على جاما مجهولة زد 1 وزد 2 صفار
على نفس المستوى. كوانتر بي على 2 جي معي جاهزة، كيف معي؟ كيو معي اريا تساوي كيو عقامة مجهولة كيو صفر، تو تربيع 2 جي معي بصفي بي 1 على جاما، بي 1 ناقص بي 2 على جاما تساوي رقم. تمام، إذا بدي أعمل فرق الضغط بي 1 وبي 2 راح أحكي بي 1 تساوي بي 1 تساوي بي 2، أنا طالع لفوق مسافة كم؟ اتش زائد مسافة مجهولة، كل شيء ناقص لأني طالع لفوق. إيش السائل اللي هون؟ هو ووتر 3810 روب مين اتش زائد اكس، يعني بمد خط زي هيك اتش السائل هيك اللي تحت موجب السائل هذا 9810 مين في المسافة اكس. كمان انا برضو لما مشيت من هون لهون زل زائد 600 جاذبية ايش هاي جاما جاهزة روب في اتش روب في اتش بس تطلع معي بي 1 ناقص بي 2 معي قيمة اتش. يلا شوف الحل، المعادلة النهائية بي 1 بتساوي بي 2 ناقص جاما، هاي بي 1 بتساوي بي 2 ناقص جاما ووتر في اكس زائد اتش زائد جاما ميركوري في اتش زائد جاما ووتر في اكس. فا اكس بتطير، الاكس بتطير بي 1 ناقص بي 2 بعدين أخذت معادلة بيرنولي قاعد في 1 وفي 2 عوضت المعادلة تصفى معنا بجاب فكرة، هاي فكرتين هذول إن شاء الله، وهذول بفيديو واحد بحاول أضغط حالي فيهم. يعطيكم العافية.